السلام عليكم. سؤال جديد من أسئلة البيم. What refers to the level of graphical data present at a particular stage of work؟ أني رمز من دول، أو أني اختصار من دول، أو أني جملة من دول هي اللي بتوصف مستوى المعلومات الجرافيكال المرئية في مرحلة محددة من مراحل الشغل. تمام، احنا واحنا بنعمل شغل مش هخلص المشروع كله وابعته للمالك بكل التفاصيل بتاعته، لا، بعمل تفاصيل معينه وبعد كده ببعته توافق عليه، بروح داخل في تفاصيل اكتر تفاصيل اكتر لحد ما نبعت الشغل كله ينفع ان هو يتنفذ، بنبعت الشوب درون. طيب ليفل اوف انفورميشن، انفورميشن دي المعلومات، تمام، فدي بتبقى غير مرئيه. يعني انا مثلا عندي اهي دي زجاجه ميه، تمام، ممكن في اول مره اروح كاتب زجاجة مياه بدون اي حاجة خالص، بعد كده المرحلة بعد كده اقول ده طولها كذا وعرضها كذا والقطر بتاعها كذا، اروح دخلت في بعض المواصفات فيزيائيا بس، وبعد كده اخش في المرحلة بعد كده اقول له نوع المياه ايه وبيتكون من ايه ونسبة التلوث اللي فيها قد ايه والحاجات دي. طيب يبقى دي مش ليفل اوف انفورميشن، لان هو قال لك جرافيكال، لو قال نون جرافيكال يبقى ده ليفل اوف انفورميشن. طيب ليفل اوف ديتيل مستوى التفاصيل، تمام. طب ليفل اوف بيم، ليفل اوف بيم اللي هو مستوى 0، مستوى 1، مستوى 2، مستوى 3. ليفل 0 مبقاش فيه ستاندرد وشغالين كده بالبركه. ليفل 1 بدانا نشتغل كويس، بس كل موديل لوحده، ممكن يكون فيه موديل مثلا كهرباء ميكانيكا ما بتعملش وبتعمل معماري وانشائي بس، يعني ما فيش ترابط، ما فيش تعاون بينهم، ما فيش كولابريشن. المستوى التاني بيبقى فيه كولابريشن وفيه تعاون. المستوى التالت بيبقى فيه كلنا شغالين على نفس الموديل وكلنا بتاخد ال 4D وال 5D، يعني في حاجات كتيرة في الليفل 3. الليفل اوف موديلنج لا، مش هي ديت، هي اصعب حاجة ليفل اوف ديتيل ال او دي.